إذا الأستاذ غادي يعرض عليكم فكنطلب منكم ويجزيكم بخير يعني أي تساؤل ولا أي إشكال، لأن الأستاذ كما قلت لكم خدا واحد التكوين على المستوى الوطني ولا الإقليمي في هذه الجريمة، عنده واحد التخصص في جريمة الاتجار بالبشر. أي تساؤل اللي كيبادر في الدين ديالكم، كيفاش تتعامل مع واحد النازلة معينة، كيفاش تتعامل مع الضحية، شكون يتصل، الخلايا اللي مكلفة في إطار، لأن احنا عندنا الخلية ديال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فيها استمارات خاصة بالنساء، استمارات خاصة بالأطفال، كذلك ضفنا ليها حتى ضحايا التجار بالبشر. الضحايا التجار بالبشر كانت الاستمارة اللي كناخذوا واحد المجموعة ديال المعلومات. إذا من بعد بالنسبة للرؤساء اللي كانوا كيحضروا معايا الاجتماع اللي دوتو مع الضباط المكلفين بالخلية، راه عندهم هذه الاستمارات هذه، يعني كيفاش نتعاملوا مع الضحايا، كيفاش نمكنوها من حقها في الولوج إلى العدالة أو في إطار يعني منحها المساعدة القضائية باش أنها يعني كتاخذ كل الحقوق ديالها أمام المحكمة. ثم كاين القانون المتعلق بحماية الشهود والضحايا، هو مهم جدا، اللي هو كنلجؤوا ليه كل ما حس الضحية بأن هناك اعتداء، يعني واحد التهديد من قبل الأطراف أو الأطراف الأخرى اللي كانوا كيستغلوا. نطلب منكم تجيو غير هنايا اللي دابا التحقوا، أما المقاعد فارغة. الصفة تفضل نفسك. السلام عليكم، معكم السيد باهي بومدينة نائب وكيل عام لدى محكمة استئناف مراكش، عضو بخلية التجارة البشر ورئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة استئناف بمراكش. في إطار الدورة التكوينية التي يشرف عليها السيد وكيل عام الملك لدى محكمة استئناف مراكش لفائدة السادة القضاة، النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، الدائرة القضائية برسم السنة القضائية 2024، تم تنظيم اليوم دورة تكوينية لفائدة هؤلاء الأشخاص تحت عنوان جريمة تجارة البشر والتدابير المتخذة لحماية الضحايا، من تأطير عبد ربي بالمركب السيف تابع لوزارة العدل بمراكش. كما تعلمون أن جريمة تجارة البشر تعتبر من الجرائم الخطيرة، وهي تحتل الرتبة الثالثة بعد التجار بالأسلحة والمخدرات. وكما أن المغرب في إطار توقيع على اتفاقية أو بروتوكول باليرمو ساهم بكثير في محاربة هذه الجريمة إلى جانب دول أعضاء الاتفاقية. في إطار التكوين هذه لفائدة القضاة النيابة العامة وضباط السلطة القضائية بالدائرة الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عملنا اليوم على إعطاء صورة شاملة لجريمة تجار البشر ولتقريب ضباط السلطة القضائية العاملين بهذه الدائرة ولقضاة النيابة العامة، حتى يكون كل واحد منهم على إلمام شامل بهذه الجريمة بأركانها التكوينية والأركان المعنوية، وأعطى واحد صورة تقريبية لهم للتعرف على ضحايا تجار البشر، ما هي المؤشرات، لأن ضحايا تجار البشر يختلف عن ضحايا الجرائم العادية. كما أوصيناهم وأطرناهم في إطار أنهم يتعاملون مع هؤلاء الضحايا بنوع من المرونة، وأنهم يكون كل واحد من المحققين سواء كانوا من ضباط الشرطة القضائية أو قضاة النيابة العامة أن يكون الضحية تجار البشر قريب له كالابن ديالو، ويعتبره كأحد أفراد العائلة ديالو، وأنه يكسب واحد الثقة حتى يفرغ ما في جعبته من معاناة يعانيها من ويل هذه الجريمة، لأن الغاية ديالنا هو القضاء والحد من هذه على القضاء على هذه الجريمة والحد منها، خاصة على مستوى محكمة استئناف الدائرة الاستئنافية مراكش، سواء محكمة مدينة مراكش أو إيمين تانوت أو قلعة صرغنة أو بنكرير والنواحي. تعرفون أن جريمة تجار البشر أو الشبكة التي تنشط في هذه الجريمة أنها شبكة خطيرة
وان العقليه ديالها تتطور بتطور التحقيق، لان ما كانش واحد محقق عندنا محنك راى ان هذه الجريمه تجاه البشر غتبقى مستمره وغتبقى غدا. ولكن في اطار هذا التكوين قربنا، هل جاء هالضباط الشرطه القضائيه ولا قوده النيابه العامه، انهم يتعاملوا مع هذه الجريمه بواحد نوع من الحيطه والحذر، لانه ليس كباقي الجرائم. لماذا؟ للحفاظ على الانسانيه ولرد الكرامه والاعتبار لكل شخص يكون ضحيه تجاه البشر. كما عرفناهم كذلك على ضحيه تجاه البشر، من هو ضحيه تجاه البشر؟ بان ضحيه تجاه البشر تستافد من جميع الحقوق ديالو، سواء المساعده القضائيه، المصارف القضائيه، استفاده من المساعده القضائيه اللي طار في اطار تعيين محامي له، المواكبه، بالاضافه الى توفير الحمايه القانونيه والقضائيه لضحايا تجاه البشر. انا سنوفر لهم جميع الوسائل المتاحه لنا باش نحميو هاد الضحيه ديال تجاه البشر، وتوفر لي جميع الوسائل الممكنه واللي بين يدينا باش ما يبقاش مره ثانيه يطيح او يسقط كضحيه تجاه البشر. في اطار هذا التكوين حنا تنشكر السيد الوكيل العام للملك ولد الحكم سينا مراكش، لانه تعطي واحد الاولويه في اطار التكوين. ومن بين هاد المواضيع هي جريمه تجاه البشر اللي صرنا عليها وشرفنا، وكان لنا الشرف ان نأطلوا هؤلاء القضاة ديال النيابه العامه وضباط الشرطه القضائيه على مستوى محكمه الاستئناف بمراكش. لهذا احنا الباب ديالنا والهاتف ديالنا مفتوح 24 ساعه على 24 ساعه طيله الاسبوع وطيله الشهر وطيله السنه، انهم عطيناهم في اي وقت ولو اي ضابط او قاضي من النيابه العامه تبادرت الذهن ديالو ولو ضرت شك ان هذه الجريمه عندنا واحد شك في جريمه تجاه البشر، انه يتصل بنا في اي وقت من الاوقات باش نقدموا يد مساعده له، لان الهدف ديالنا هو هدف جميعا نديروا يد في يد لمحاربه وللقضاء على جريمه تجاه البشر. وشكرا لكم.